هذا الاجتماع درس العائدات والدخل المالي والخسائر بمختلف الوزارات، وتحديدا وزارة المالية والميزانية المعني الأكبر بهذا الأمر، لأنها تملك الإدارات المهمة في الدخل كالجمارك والضرائب. الاجتماع ناقش أيضا نتائج العمل للنصف الأول من السنة الحالية حسب وزير المالية والميزانية علالي محمد بكر. جينا في النصف سنة كم سوينا حسابات، الحمد لله قدرنا طبقنا بريفيجن حقنا ده، والحمد لله سوينا اخر شيء من سنوات كله، ولكن الاخير سوينا ده ما يكفي عشان شنو؟ لا ديبانس ده كتير، الصعوبات كلها كتيرين، دونك اوني اوبليجي نسو افور زياده بور كو ريسيت حقنا ده ما ينقص، اي بي ايفوليسيون بوزيتيف حقنا ده بمشي قدام. على كل حال تيسو كدر نبدلو حاجات واحدين افعال واحدين في دواء في امبورا. الحمد لله شغل برقا استادل برقا استادل بريغاد الختنر جاي يخدم عادين، ننتو فرصه ننتو مويان بورك يمشو قدام. كنت دوان مشكله شويه في رسائل دما مش ان بروفوار ده، وعلى كل حال نشوفوا حرارات كيف نعدلو ونستعدلو. وزير المالية والميزانية أكد بأن هذا الاجتماع ساعد كثيرا في تحسين القطاع المالي والاقتصاد في البلاد والدخل العام، بالإضافة إلى تنسيق العمل وتنوير المواطن بدخل بلاده.